النائب البرلماني عن دائرة تطوان والكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال. رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. اللقاء اليوم هو حول تقديم الإنجازات الكبيرة اللي قامت بها بلادنا، الإنجازات الاجتماعية في ظل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، والمشهودات الكبيرة اللي قامت بها الحكومة لتفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية. هذا اللقاء اليوم بتطوان اللي كينظمه حزب الاستقلال، ولكن كيحضروا فيه جميع الأحزاب ديال الأغلبية والمعارضة حاضرين معنا مشكورين. ويعني اليوم تقديم الدعم المباشر للخدمات الاجتماعية، سواء الخدمات اللي كتهم الأشخاص في وضعية إعاقة أو الأشخاص المسنين أو الأطفال أو النساء، وتفاعل كبير مع الفاعلين من أجل باش نبينوا ونشرحوا جميع هذه الإنجازات. وحنا تنودعوا 2023 هي إنجازات مهمة جدا، وسنستقبلوا 2024. يعني كما قلت هذه فرصة باش يكون تواصل وتقديم أكثر وشرح لهذه البرامج الكبرى تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب جلالة نصره الله، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بصفتي ككاتب إقليمي ديال حزب الاستقلال بإقليم تطوان وكذلك برلماني عن دائرة إقليم تطوان، أنا جيت سعيد بهذا العرس السياسي اللي كاين اليوم في المركز ديال حزب الاستقلال بتطوان. وهنا من هذا المنبر هذا كنشكر جميع الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة اللي جاو حضروا معنا، وخصوصا رئيس جماعة تطوان وكذلك رئيس المجلس الإقليمي لتطوان لعمل تطوان، وحل الجميع ديال الممثلين ديال الأحزاب في الأغلبية والمعارضة، هذا إيمانا منهم أن هذا المشروع الملكي الضخم هو مشروع ليس فقط للأغلبية، وهو مشروع للأغلبية والمعارضة من أجل المساعدة أو شرح هذا اللقاء. هذا الهدف دياله هو ان احنا نوصلوا الاهداف هذا المشروع هذا، وفين نوصل وفين يمكن له انه هو يفيد واحد العديد ديال المواطنين والمواطنات، خصوصا من الطبقه الهشه وكذلك ذوي الاعاقه ما ننساهمش، لان كان عندهم واحد الدعم كبير كذلك وكبار السن. وكنتمنى هذا اللقاء هذا يتعمم على جميع انحاء الوطن.